السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا يسون قل حصاننا تفاث رمضان أي سما أس إن شاء الله أنسيول في الموضوع يغيهم من خلال شهر رمضان. الصدقة يعني الصدقة المعنوية تلا الصدقة المادية. الصدقة المعنوية ماشي لازم أنسعو صرديين باش نصدق، ماشي لازم أنسعو يعني خلال الحوايج باش أنصدق. الصدقة المعنوية يسولد في الناس النبي عليه الصلاة والسلام، يهضر في الناس يناد بلي الأجر عظيم. وشبيح النبي عليه الصلاة والسلام يناد الكلمة الطيبة صدقة، يعني أول العالي أول زيدان أول ينسول دويدا كينسن دويدا كون السنانة حتى التحية نتاث الصدقة. يعني الصدقة المعنوية زكس خلال الأجر، زكس خلال الاجر يتقرب من ربي سبحانه. ونكوني مادام شهر رمضان نناد بلي شهر رمضان ذا الفرصه ذا المحطه ينكنيا باش نربح الاجر. صافي الصدقه ماشي لازم نسعو يسور دين خلا باش نصدق، حتى انه النبي عليه الصلاه والسلام ينادق الحديث النطي ابتسامتك في وجه اخيك صدقه، يعني من تتقوذم وين ينسن وين ينسينا دويذ التعاليم ديننا تيذ الحسنات تيذ القربات تقريبا غربي سبحانه. ابتسامتك في وجه اخيك صدقه. ثي ثانيه دي الصدقه، لانه اول العلي يقرف عن غربي سبحانه، اول العلي يكتاوين يعني الحسنات، اول العلي يجمع ماشي يفرق. تيذ الكلمه الطيبه تيغ يزكس الاجر خلا يزكس الصدقه. نقول قل حاجه نيطي ثانيه انتث الصدقه الماديه. الصدقه الماديه نسني تمره يون ما يسعى يصور دينا دي صدق، يون ما يسعى الحاجي قلهان هذه صغ مثلا حتى انه دي صغ يشتط مثلا اليتيم ني غادي صغ يشتط مثلا الواشر وينك وسعي النار ني غادي هذه جبو في الارمله ني المطلقه ني غادي يمسح راس اليتيم كي ندينا النبي عليه الصلاه والسلام مدينا يساول في اليتيم انه وين يخدم الحسنات وين يقرعان اليتيم مثلا يسعى الاجر خلا. صافي الصدقه تكون شهر رمضان تنوع، حتى انه الصدقه شهر رمضان ما نزر مثلا الجيران وسعينا لا داش تشن، نكوني مثلا قرمطان نسعى داش نمت مثلا نعلسين صناف ثلاثه صناف طابله لانه دائما تشور، حتى انه النبي عليه الصلاه والسلام يوصى في الجار لانه الجار دائما يتليد ام الاهلي نكون نخ سمنت مع مال يدس الكلمه الطيبه نحن نجبو في اللاس انزر داشيك حواج نكوني ما نعدا نصدق انزوير قل جيران نغ انزوير ويداكي قل زمن انزوير ويداكي قرب نغور نغ الاقربون اولى بالمعروف، يعني يون ما يسعى يرزقي سيد ربي سبحانه هذه زويرك ويني يقرب نغورس زويرك مولانيس، حتى انه لازم نعلم النقطه يمليح تيد الرساله تيديني غوي ذاك يتابع نزقنا خاصه غلاق شهر رمضان. لازم نعلم باللي الملايين تصديق الزكس مال الله ماشي دي صور دين نغنكونيا وي دي صور دين الله عز وجل. الله عز وجل يغير سقن الله عز وجل يغدي في كان النعمي. صافي ما نحمد الله عز وجل الله عز وجل اغير نوق النعميني باش نصدق. أكني دين النبي أكني دين الله عز وجل كتابي سعزيز ولا إن شكرتم لأزيدنكم، يعني وينك شكر النعمة ربي سبحانه الله عز وجل يرنو يسق الخير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثانية قل آية نطيق قرد وإن تعدوا نعمة الله، يعني من مدناس أنظر النعمة ربي أنف باللي النعمة ربي أقلاغ يعني الله عز وجل يرزقك تخلى. لازم نشكر الله عز وجل. صافي باش نشكر الله عز وجل أنصدق قل مال الله عز وجل. اللهم أعطي لكل منفق خلفا ولكل ممسك تلفا. أتشرح هذا شي ذويب. اللهم أعطي لكل منفق، يعني وينيك سفوغا وينيك تصديقا وينيك تاكن سرديا الله عز وجل يخلف الضعف، يعني يتفغن سردي نسا تعاود انت قالنس الاجر مقران تعاود انت قالنس الضعف. واعطي لكل ممسك تلفا، يعني وينيك تشحن البخيل وينيك تصرف نارا وينيك تعودون بلي الدنيا هي
وتفنيرا ونيك تعدون باللي سوردينيا هذ قيمن غروس أهنياوية حاشا ما يموث. لازم هذي علم باللي حتى الكفن ويسعر الجيوب، لازم هذي علم باللي يسوردينيا تفكان. ليش الدوغري؟ الدوغري أين نخدم يا ربي؟ أين نتقرب يا ربي؟ الصدقة تطفئ غضب الرب، يعني الصدقة تقرب غير الله عز وجل، تمحو الذنوب ونيكس عن الذنوب ونيك بغانا ذي دعوغ الله عز وجل أذي صدق وذي دعوه ونيك تقرحن ونيك مرضن ونيكس عن كرا المرض، يعني باش هذي شفو الله عز وجل باش هذي تقرب غير الله عز وجل أذي صدق سوين نيكس عن وذي دعو الله عز وجل ونيك صديقا ونيك بدن دقماس ما يحواج كرا ويي مرة تعتبر الصدقة. صافي الصدقة الحاجة كتي حب النبي عليه الصلاة والسلام، الحاجة كتي خدم النبي عليه الصلاة والسلام وشبيح النبي عليه الصلاة والسلام يناد أفضل الصدقات صدقة رمضان. إيوا شو خطأ الزكس خلال الأجل إن شاء الله ربي سبحانه غيجعل وإذا كي تصديقا وإذا كي تقريبا غورس خاصة بشهر رمضان هي إيه نوطد نفك الحلقة وسيني أكن جغل الهنا والخير أنا من إن شاء الله الحصة النيطي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.